أدوية معروف إن هي on the shelf صح، اللي هي يعني سهلة تطلب، ولا بنتكلم على الدكتور يقدر بره صح؟ يرد بص على مين؟ حضرتك، أنا نفسي إن إحنا في مصر نتبنى مبادرة لوقف الاستهلاك العشوائي للدواء في مصر. دي عندنا مشكلة. ده حقيقي. إحنا في مصر بنستهلك الدواء بطريقة غير عادية، يعني مثلا هضرب ده مثلا بنطلبه دليفري عشان إحنا داخلين على الشتاء. موضوع مجموعة البرد اللي بتتباع في الصيدليات. يو دي من زمان قوي دي. دي مش موجودة في العالم. ازاي انا اروح اخد كيس فيه ست ادويه عشان عندي برد؟ بالظبط. طب ما انا ممكن يطلع عندي حساسيه من الدواء منهم، وانا لا انا وانا مش عارف ايه دواء. فطبعا دي قضيه مهمه جدا، بتكلف الدوله خسائر صحيح. ماليه كبيره جدا صحيح. وخسائر طبعا اجتماعيه ومضاعفات للمرض. ده خطا المريض ولا خطا الصيدلي يا دكتور؟ ما هو الصيدلي برضه لو امتنع المريض هياخد باله ان هو الاثنين. لان بقى ناشد زملاء الصيدله بلاش الموضوع ده. انما احنا كمرضى برضو وما بنتعالج في كله بنعالج بعض. صحيح طبعا. ده حقيقي. فاللي بيقوله مصطفى كلام صح. يعني المبادرات دي الدكاتره بيشتغلوا. فلما ساعات لما بنكلم المرضى يقول لك اصل انا ظروفي صعبه مش هقدر. يمكن انا اسف دكتور، يعني ده اللي بقى الاهالي هنا احنا بدانا نجيب له حاجه. كنت طلبت ده في اخر مدرسه زرناها في حلوان. احنا جبنا اولياء الامور مع الدكاتره، مش بقى التلميذ او مهما كان الطالب حتى لو في سنه سته ابتدائي ما هوش فاهم قوي التوعية اللي بتحصل. فبدأنا نجيب أولياء الأمور ويتم الشرح أكتر من ساعتين في محاضرات بتوزيع مطبوعات عليهم، عملنا كتيبات فيها شكل التغذية السليم، طريقة أخذ الدواء لو هو عنده أنيميا حادة، الجزء الخاص بالنظارة.